الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الدرس الرابع عشر من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى رفع المضارع الذي تجرد عن ناسب وجازم تأبد فانصب بعشر وهي أن ولا وكي كذا إذا إن صدرت ولا مكي ولا مجهد وكذا حتى وأو والواو والفاء في جواب قد عنوا به جوابا بعد نفي أو ضرب كلا تر علما وتترك التعاب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا من دل تعالى الطلب كذا إن وما ومن وإذ ما أيما تنا كذا إن وما ومن وإذ ما أي متى أيان أين مهما وحيثما وكيفما وأن كأن يقم زيد وعمر قمنا وزن بإن وما بها قد الحقا فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن بالفاء جواب لوقا بعد الأداة موضع شرط امتنى وليقترن بالفاء جواب لوقا بعد الأداة موضع شرط امتنع بسم الله وبعد عشر كي أفرية طواني أفرات كتاب كي الدرة البهية النظم الأجرومية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى وحن رب العبنا يا عشر كي أفرية طمنات باب إعراب الفعل فعل كي إعراب ديسي باب كي كان هذا محل ومبحث فعل با لا اعراب هذا هرت ارته وان ادوغت كو وا فعل مضارع فعل كلو لا اعراب مجر فعل كلا اعراب وا فعل مضارع ولمن بشرط الخالي من النونين نون التوكيد ونون النسو لبدا نون وا انو خالي كي نون التوكيد يا نون النسو نون التوكيد مباشر بيدا يا نون النسو نون التوكيد هذو لحية فعل كماضي ومبني يبنى على الفتح ونون التوكيد حرف منقول لا يسجنن نون التوكيد كما ثقيلها النقطة ما خفيفة لا فرقة هذو نون النسو النقطة مبني منقول يبنى على السكون نون النسو سوى اسم وضمير وفاعل لبدا نون هذو أين لحدين أو خالك النقطة كنا بتقله أين لحدين إنجلين فعل كمضارع ومعرب معرب كيساب مركب وحن نقول معرب مرفوع معرب منصوب معرب مجزوم معرب مرفوع مرفوع بضم ظاهرة مرفوع بضم مقدرة مرفوع بثبات صدحه وإسل السوق رفع المضارع مضارع قد الديس الذي مضارع سو تجرد كالأربيل تجرد ألف كويس كي إشباعي تجرد كالأربالي كقاونا ذي لقواي عن ناسب وحكر لغا وجازم إيا وحريب تأبدا أبد بو نغضي رفعاس تأبدا أي سار مؤبدا أبد بو نغضي ولي فعل مضارع وحكر لغا هدي لواي وحريب لواي خوصر لغا إن مقلينين وذوقت ولا خفض فيها في الأفعال وراض قادتا أفعال إن خوصر لغا مبقلا wax kordhiga la way wax reeba la way muxuu noqonay waa guday ficilka mudari maxaa guday wax guday oo lahayn ma jir horta culimadu waxay dhahayaan waxaad marka caamil macnaa uu aago horta caamil lafdi oo lahayn ma jir caamil lafdi waa ka muuqda ee lagu dhawaaqay la qor hada ficilka mudari waxa kordhiga waa lahayn anta dhariba tadriba la maxaa kordhiga anta waa caamil lafdi asmaar waa lagu dhawaaqay waa la qori waa la arki لن يقوم ما حكرني لن عامل لفظي بالكاس لفظي ولو دواق وا مقده ولا قري
عامل معنوي ووحن اللي فهسين كري لك وح موغضا ما لبا مركة لبا شيء قدن وح قدن وح لواي دو النحوية اللو قيد موقت النحو اللوغ لقواي ما يوحيده لبا دا شيء ومبتده يفعل كمضار فعل كمضار مركو قدن وح قدن وح لواي عامل لفذيو قدن مجر يقوم وح كهرمي أجر يقوم الزيد المركي له يضرب وح هرك مرمي أجر وما وانا قدنت محا قدن عامل معنوي عيد عامل قرصون محوية والتجر إنه كدر بيالي وح كردقة يا وحرم تجرد فعل كمضارع مركي لعراس من أركي يقوم فعل مضارع مرفوع لتجردي سوالة بدا لتجردي مروع على ياد لتجرده عن الناصب وعن الوجود به أما لتجرده من الناصب من النهوة والجازي وحال لواي وح كردقة يا وح ريبة ما دام لواي وح كردقة يا وح ريبة مضارع ومرفوع محانا قدي عامل كان معنوي التجرد كان التجرد وحال لواي عن ناصب وجازم ما لقرت مبتدها صوحا زيد قائم باتي زيد إذا لغو بلا وح كردقة استغنى وحال قدي وحلة ابتداء عامل معنوي اللي يقان الابتداء بلا برش كا إمام مالك الإمام ابن مالك با كتاب كسال فيها كقال له حويل ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا رفع المضارع مضارع جديدي هو مصدر لإضافة رفع المضارع مضارع جديدي الذي مضارع عاصو تجرد كنربيل تجرد ألف كواسك ألف إدراق ألف إشباع بني شعر كان لغو بحي تجرد وكدر بلا عن ناس من مذكرني إيه وجازي من مذهب تأبد رفع عاسي أبد بالنقضي ولي محانا قضي التجرد نفسه التجرد نفسه واكفيرا تنبيهاني معنا تشرح انت شرح حيسا تنبيهاني مالك وغرد ملعي أصلك عادة ألا ولك كبا لا خلاف خلافكم أصونا في رفع المضارع مضارع قديديس بشرط المذكور شرط إغالا شيغي هدي لهم وإنما الخلاف خلافكم وحاوي في رافعه وحق قدي يا قدي مضارع وحق قدي يهي لقري مركي وكدر بيلا وحكر إغالا وحربي وحق قدي لكي يا قدي فقيل وحال علماء غار وحيدا حلوله وحدقي حلوله دقيدي أي نزول هو حلوله وحده محل الاسم اسم بوسكي وصحيح صدى صحيح عليك أنه مضارع وحق التجرد وكاكاه وستكعر وصحيح أنه التجرد متكم ويكالر وصحيح صحيح وحاوي أنه فعل كمضارع كقد التجرد ودربيرد وكدربير من الناصب والجازم شرح من الناصب ما تري أنا عن ناسيب سوبر صادرت فعل مضارع لتجرده عن الناسيب وعده كرت لتجرده من الناسيب وعده كرت واسكم لبدا حرف جار بكو قد رفع المضارع مضارع جديد الذي مضارع سو تجرد كدر بلا عن ناسيب من كرد إيه وجازم من مذهب تأبد أبد من نقي وذلك نحو يقوم وكل ويقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر فعل مضارع هدي لواي وكدر بيلا وحكر لغا يا وحريبة نهوص لك ما قادرين ولا خفض فيها في الأفعال هراء الغوشة وقذي يا قذي عامل معنوي أولي له تجرد انتهو رفع المضارع مضارع قذي قذي دا محايس لسو قريفيرها فعل مضارع مركو جوغا حالة الرفع قديدة صد حالة سوغريس مضارع مرفوع بضم ظاهرة ضم موقت يقوم يقعد يأكل يجلس يشرب يفعل ضم ظاهرة لب ضم مقدرة صد حيرة وكب كونة صد حرف باء ألف يواو يدعو يرمي يغزو يخشى يسعى يرضى يصلي ما قرأت
سعر وضم مقدر وحاسو كلو رفعي سوق لحالة صدى مرفوع بثبات النون يفعلان وقذن نون كقذن فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النون مركب قذي دي محاي سلا سوق لضم ظاهرة ضم مقدرة بثبات النون رفع المضارع مضارع قذي دي الذي مضارع سوى تجرد كالأربيل عن ناسي من مذكر دي إيه وجازي من مذرهبة تأبدا تأبدا فاعل كذا هو تأبدا أبد من نقضي هو رفع عاص فانسب انت هو حكاية محمد مضارع مرفوع مضارع مرفوع محاق كذا عامل معنوي يقول له يقال تجرب قلت كي سنة ما يقع حاله النقضي صد ضم ظاهرة ضم مقدرة بثبات النوم وحاد قشا مرك النصب فانسب كردقي أيها الطالب أرديو فانسب كردقي أيها المخاطب وكان لله الله يقول كل من يتأتى الخطاب فانسب كردق الفعل المضارع بعشرين طبن طبن كبو حروف بالله طبن كبو حروف وهي طبن كأنوي ولنوي وكيوي كذا وحالا مدى إذن إن سدلت حدي لغو بالله وركي لأولي بهجر الشيخ لأولي واتقرانيس وصماري علوي الاسكندر سمات لأولي أول صهرين ما إن سدلت هذه لغو بالله وإيضا ورك فير هذا بالله وقصيد فان جملة ذا أي قشي جملة ذا أي قشي يدو إنا يقوه الرسالة أزورك غدا بني كوير ما هذه إذن أكرمك صبا إذن أكرمك مركا ما لديه كرا أكرمك إذن قدال ما لديه ما وإنا يدو إقوه الرس ما قرأت فانسب نسبي الفعل المضارع بعشر طبن كبه حروف علماء قارة وحيسوك قدران فانسب كردقي الفعل المضارع بعشر بواحد هلو من عشر طبن حقيت كهال وهي طبن كأنوية ولنوية وكيوية كذا وحالا مدى إذن مركز شرط ما كوحر شروط دور إله شروط دور أه إن سدير ثورت وإن لغو باللوض إيضا جملة أي قش إيضا وإن كوكت ولا مكي يلا مكي ولا مجحد ديد للامتين وكذا وحالا مدى حتى يو أو يو الواو يو الفاوفا ووضع يفادا سوفي جواب من جواب الإحذية هذه جواب كاسو قد عروا أي قصد النحوري وهو جمع هذا النحوري ويسكد قد عروا أي قصد أي قد قصدوا أي قصد النحوري به جواب كاسي جوابا جواب النقض جواب كاسو واقع عند بعد النفي ديد مكذب أو ظلم بعد ظلم دلب كذب وذلك كلا تروم هضل كلا تروم هضل بنو هدوني علما علم وتترك ومع أن تترك أتكتك تعبدب اسمع قادم كرتو فير هذا مضارع بينه كهل لأنه حالة ديكو رفع المضارع بيت كاسوح رفع المضارع مضارع قد ديسا الذي مضارع سوى تجرد كدر بيلا عن ناسي من عن ناسي من مذكرنق ونصبي وجازي من مذرابة تأبد وأبد بنغضي وأبد ببي ولقوا تأبد أي سارة مؤبدا وتأبيدا تأبد ولقوا لقذة فعل كمضارع مر كان كهله كو فعل كمضارع معرب ايه مبني بالله كلا قاد فعل كمضارع بحاله كلا قاد معرب ايه مبني ما حاصل فعل مضارع معرب كاصل مضارع وحلو بحي كلمة ضارع يضارع مضارع ضارع وشابه ولمشابهته للاسم اسم يشبه اسم يشبه فعل مضارع مركا وحاصلوا اي اعراب معرب نمو مبني لبا حال بس النقطة ان اتصلت به نون التوكيد اما ثقيلة او خفيفة مدى يدوني هالنقطة نون التوكيد بها لحريسات يبنى على الفتح ونون التوكيد حرف وي ليسجنن ولا يكونن لنسفعن لا يقولن قرآن كما وقوة رسومة قرآنك وحكوج لا يقولن يا لا يقولن مو كلا فرست لا يقولن ممكن سوى نون توكيد حاجة إسكندية لامكم مرة كردي لا يقولن مرة لا يقولن بحال اللي سكوا
نون التوكيد هدو فعل كالله حليل يبنى على الفتح سماه ليسجنن ولا يكون خفيفا لا نصفعا لا يقوما لا ياكلن لا يشربن لا يقولن يا لا يقول النبات فرقا والسكر برين لسكانو من لا يقولن وحلول الله كلو كردغا من لا يقولن لا لا قران كسما لا يقولن لا يقولن فعل كي مضارع مركب مبني لما حالو نقض ان اتصلت به نون التوكيد نون التوكيد كمباشر بيكون شرطيا هذه نون التوكيد اي لحظه ستيبنى على الفتح فتح لو بنين نون التوكيد كما ثقيلها النقض اما خفيف لا فرق نون التوكيد ورا محات حرف ويسو حرف هذه نون النسوه لحظه ستر يبنى على السكون صمة نون النسوه يسوى ضمير وفاعل يرضعنا يقمنا يجلسنا يفعلنا والوالدات يرضعنا هذا لا بد ان لخدي سن وايان فعل كي مضارع هو نقري معرب معرب كي سي امرك ثلاث حالات معرب مرفوع معرب منصوب معرب مجزوم معرب منصوب مركو يا وحنا نسبيا جرى عامل لفظي ان تضرب ان ترى نسبي معرب مجزوم مركو يا وح جزميا جرى عامل لفظي لم يضرب لم يقوم لم يجلس لم يلد ولم يولد لكن مركو يا معرب مرفوع وح غدي او لهي مجر وعامل لفظي او غدي او لهي مجر ونحوي هوشه مركو waxay dheen waxa guday عامل له معنوي عامل قرصو او اه التجرر وحال لوايها وح نصبيه اي وح جزميه ما دام التجرد كا دعي وحو كدربيلاي وح كردغا iyo wax reer inay hoosrig marba ma galeeyneeso walaa qabda fiya fi afaal hore loo soo gaad hoosrig maba qaadanayn hadii la waayo wax kordhiga wax reebana la waayo maxaa soo haray godki li tajarrudi darbeelida uu ka darbeelay calin nasibi wal jazimi sara marfu'an mida way mid dukaan marfu' nimadaana saddex hala soo galeysaan marfu' bi dhamma dhahir yaqum marfu' bi dhamma muqaddara yad'u yarmi yakhsha مرفوع بثبات النون يفعلان صدح حرام وسوغلا فير هذا هلكاس رفع المضارع مضارع جديد الذي مضارع عاسو تجرد كنرب تجرد الف كنركز الف يشبع بلا نظم قال لو بخي تجرد ويفعل كتجرد دال كو كيغي تجرد كنرب لا عناصب مد كردغا وجازم يا مد ريبه تابد وابدوبي هو رفع عاص ورقيب النقرة رفع المضارع مضارع جديد الذي مضارع عاص وتجرد كالنربيري عن ناسب من نصبية أو كرقه وجازم من مذهب تأبد وأبد وبي أبد بالنقض هو رفع عاص نحو يقوم يقوم فعل المضارع المرفوع لتجرد من الناسب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر يجلس فعل المضارع مرفوع محاقد لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر أنت وحوك يبحي مضارع مرفوع سدح يسي حالة لقارها مرفوع بضمة ظاهرة يقوم مرفوع بضمة مقدرة يدعو يرمي يخشى سدح حرف يسوي كب كوضة واو ألف ي يدعو يرمي يخشى إيه مرفوع بثبات النون أفعال خمس مرفوع بثبات النون أفعال الخمسة يفعلان يفعلان فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النون فانصب هذا نواصب تبو قلي هذا فير فانصب كرد إيجاي الفعل المضارع بعشر طبان كبو حروف طبان كبو حروف وهي طبان كأنوي ولنوي وكي وي كذا وحالا مذا إذن بعلا مذا إذن تمرك شروط بكو حرفير هذا إن سدرت هدي لأوليو ديه جرى شيخ إن سدرت هدي لغب بالله ضع لغب أي إذا كانت مصدرة يضح ضيء وهو رئيس الجملة إذا كانت مصدرة إن سدير الهدي لأولي إن سدير الهدي لغب الله ذا الجملة جملة عيقش ولا مكيوي ولا مجاحد ولا مجاحد دي دا لام تيدي وكذا وحالا من أحد جاحد وديد
culimada qaar waxay dhihi jireen inkaar maca alcilmi wey jaxdu inkaar maca alcilm ruuxu wuxuu dafiray wuxuu ogyahay waxaanti wariyaha maanta soo galab khamiis maa war khamiis maa orada dhaafka waaba jumca wuu ogyahay soo maa galab khamiisneed marka waxay dhihi jireen inkaar maca alcilm aayaddii bay soo deliishan jireen suuratu namli wajaxaduu biha maxaa laga dambaysay wastayqanathaa anfusu naftoodu waa yaqiinaysa adoogow laakiin wajaxaduu biha maxay marka u diideen dulman wa culuwa haa iskibrin isa sarraysiin iyo kibir marka waxay dhaha alinkaaru maca alcilmi wey dayib walaa mujaxdin diidada laamteedii wey wakadaa waxaa la mida xataa waa ow baa la mida iyo walwaaw waaw iyo walfaa-u fa labadaasaa u war badan waaw iyo fa faadana faa-u sabiya le waawna waawulmaciya labada u war badan waawaa iyo faadaasoo fii jawaabin jawaab dhexdiaada jawaabkaasoo qad carow ay u qasdeen baa dihi qad qasadu nuxaadiw bihi jawaabkaasi jawaaban jawaab inuu ahaa jawaabkaasoo waaqica dhacay bacda nafin diidma kadib aw dalabin bacda dalabin dalab kadib dhacay wadalika kalaa tarum waa nahyiga ka soo maa kalaa tarum hadoonin oo ha dalbin cilman cilmi hadoonin cilmi hadoonin lagama wado wata turkadaasay ku xidhantay cilmi hadoonin dhibna aad ka tagta labadaasaan kulmaynin wa cilmi ha dalbin lama laha kalaa tarum ha dalbin cilman cilmi watatruka aad ka tagta attacaba wadalika kalaa tarum hadoonin cilman cilmi hadoonin watatruka aad ka tagta attacaba maca tacabi dhimici cilmi hadoonin ma ah ha noqonin nin baa waxaa leh caama oo geel badnaa soomaalidu waa geel jecesha mogta laysa fi libili sadaqatun ilaa dii masu geel sadaqa lagumale shan ka yar baa soo socotay shan ka yar burkiisu intuu qaatay waryah bilaash baa naloo dhacahiye waa ninkii soo agistaa wiyi geelkay in la fahansiiyaa la damcay oo leeya mayma ilaa iyo waxaa maxaa igeliyay bui anugu anigu haddii mar la yiri buuyi geelba zaka lagumale haddii la yiri buuyi war kale ma maqlahay wiy waryaha bilaash baa naloo dhacay ina walaysa fii maa duuna khamsi dawdin shan geela wax ka yar sadaqa lagama rabo aad moogta geel sadaqa lagama rabo intaa markuu maqluyo istitniya warkaa kuma jiriyo anu kuma jiro ninkii soo ag istaagaan aqaanaa marka cilmi ha doonin lagama wado cilmi ha doonin dhibna aad ka tagto way ma garag cilmi ha doonin dhibna aad ka tagto kalaa tarum ha dalbin cilman cilmi ha dalbin watatruka wamacaa tatruka aad ka tagta attacab nawaasibtan fiiri marka dhowr masalaa lagaga hadlaa nawaasibtan horta waa toban waa an iyo walan wakay buu hormari waa shicirka dartii laakiin asalka ajnuumiga wuxuu dhihi jiray an walan wa idan wakay walaamu kay walaamu jaxd walaamu ljuxuud waxata walfa walfaau walwaawu alwaaqicataani fii jawaabi nafyin aw dalabi wa aw toban mata dhowr masalaa looga hadlay marka nawaasib masalada koowaad waxaa weye nawaasibta tobanka kulluhaa xuruuf dhammaan waa xuruuf ma lagar dhammaan maxay yihiin xuruufu masalada koowaad nawaasibta ficilka mudaaric kordhiga ee tobanka kulluhaa xuruuf dhammaan waa xuruuf taa ma lahaya masalada labaad labaa loo qaybiyaa culimada qaarra saddex bay ka dhigeen qaarra waxay u qaybiyeen labo qaarra saddex haddaan labada ku bilowna qismun yansibu binafsi qayb naftooday iskood bay waxu nasbiyaan kaalmo uma baahno iyo kaa isku fira waa afarta ugu horreysa kuwa waa mutafaq an walan wa idan wakay qaybta waxaa loo yaqa qismun yansibu binafsihi qismun yansibu binafsihi waa afarta ugu horreysa an walan wa idan wakay an walan wa idan wakay an walan wa idan wakay afartaa qismu yansibu binafsi baa le qoladii labada ka dhigtay baan wadnaa culimadii laba u qaybiyey keliya qayb waxay dhaheen qismu yansibu binafsi qaybta kale lixda kalena hal lug bay ka dhigeen waxay dhaheen walqismu thaani waxaa weye qismu yansibu bian mudmaratan
وقيس بفعل كي مضارع والنصب لكن أنبا أقرص فيشكر مركادا وحالودي فبسبب أن يشكر أنبا قدر مالودي أن مضمر واي قال الله بلا سنبا يوقي وحيدا قسم ينصب بنفسه وعفر طهر يضوى متفق قيبت كرنا قسم ينصب بأن مضمرة وليح صوحر ليلة ولماذا قال روحي ده ما صدق بالله قيم الصدق صدق قسم ينسيه بنفسه وأنك وافق صنعه وافر طهرة يلطوع متفق قسم ينسيه بنفسه وأربعة طهرة أن ولا وإذا وكي قيبت الله بعض وحنا هنا وين رقم كلا بعض الثاني قسم ينسيه بأن مضمرة جوازا قسم ينسيه بأن مضمرة جوازا وقسمها فعل كي مضارع وقرني لكن حوك وقرني أن مضمرة أنت من مضارع محاوي جواز قسم ينصب بأن مضمرة جواز وهي لا مكيب سوي لا مكيب ولا مكي كلي لا مكيب حيدا فعل كي مضارع وقرني أن مضمرة وقرني لكن وجوازا جوازا وكلي لا مكيب قسم يا صدحة واشان تصوان وحيدا قسم ينسب بأن مضمرة وجوبا وجوبا شرط صعد لام الجحود حتى الفاء والواو أو شرط أنا وحالي إلى قسم ينسب بأن مضمرة وجوبا صدح حاصل له قيبي ما قرأت قيب وقيبتا أرنت الله بعض وحاول فعل كمضارع مركة يكون مسألة أنا مهم فعل كمضارع مركة يكون لقايات مروى بفضحة ظاهرة بفضحة ظاهرة فضحة موقنس أن يقوم لن نبرح قرآن كوات قرن لن نبرح عليه عاكفير ومنصوبها بفضحة ظاهرة فضحة موقن قيلت الله منصوب بفضحة مقدرة هل مروى فعل كمضارع مركو ألف كبك بس فعل كمضارع مركو كبك ألف لن يخشى لن يرضى لن يسعى وإياكم أجر المشي وإياكم أجر وإياكم موقنا لن ندعو من دونه إلها سمع قرس لن ندعو لن يغزو بعد أن يأتي قرآن سمع أن يأتي مركا هدو يأكبوك إسكجر فالحظوة موقنس كورما فعل مضارع فالحديث مقدرته حلم مركوي هي معتل بالالف فقط عشان ينكا اصبح بقره معتل بالالف الف مركو كبك فقط اما واو ياء كما بكود مركي لا جوغ باب النصب حاله النصب مركي لا جوغ واو ياء وا كما قال لن يرميا بعدس ان ياتي بقره لن ندعو لن يغزو بفضحة مقدرة هل كامرون معتل بالألف لن يخشى وحارد صدحات وحاول منصوب بحذف النون منصوب بحذف النون وافعل خمسة مركز وأن تصوم صمع فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن يفعلوا لن يقوموا لن يجلسوا لن يضربوا فالحديثون الصدحة حاصل نقرس فالحة ظاهرة فالحة مقدرة هالمرة معتل بالألف إيوه منصوبها بحذف النون تارواد قرب كده حروف تلفت إذا قاربع لك أحد إنك صوي ديران لكن قاربع إن شاء الله دون فيري هذا فانسيب كورديك بوي ألف على المضارع بعشر طبان حرف طبان حروفه وهي طبان كأن أنت أنت رأت أم الباب لها طبعاً كان يدا أود بدن، طبعاً كان يدا حكمت أقول أود بدن، سيدنا قاعدنا القبسة تعالى ربع النحو ذا، في الغالب وحن نادر مويه، واحد وادو شقينا هدار تفير، أو من لغوب الله ميت ميت كان مزيولة وكو أود بدن أم الباب له، كان وأخواته يا أقارة، كان هذا سوى أود بدن، إن كان لي وأخواته هو كل الوعد في سمر. إن وأخواته يا لغو بلا إن هذا هو ما قال
waxaa lagu halkana waasibti aan walan soo lama dhin aan baad ku bilowd antan umul baaba leh iyada ugu awood badan wax adawaad oo isla socda haddaa rato wada shaqo qabto oo mid lagu bilaabo midka maziyu leh maziyu waa qiimo dheeraad antan marka umul baab wey intan oo dhan iyada mas-uulka sababta aad ku sii fahmi fiir kuwa la yidhi waa la nasbirayaa maxaa lagu nasbin baa leh kuwa kale an mudmara soo maha waxa la soo qadara waa anta ina iyadu waa umul baab maogta baabkiibay hooye u tay mas-uulka fansib kordhiga alficil almudaarica bicashrin toban tobankaba xuruuf wahiya an antanaan ka hadlayna marka fiir antan waxaa dhihi waxaa leeyahay masdariya antan maxaa loo yaqaanaa masdariya tan marka dad badan bay dhibtay laakiin waa sahlayna waxaad soo qabataa an taquuma an xarfu masdarin wanasbin waa masdariya ficilkii mudaaricna way kordhay taquuma ficil mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fii aakhiri waxaad soo qabanaysaa markii muctalka an takshaa an xarfu masdarin wanasbin takshaa ficil mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbihi fadxatun muqadara cala alalif manaca min duhuriha atacadur afcaalu khamsihi wa an tasuumu qur-aankiibo alwaawu bixasabi maa qablo tanna waa qaacido guuda wow haddaad qur-aanka aragto inan qur-aanka in lagu dambaabo lama ogol wowgu mar xarfu cadaf buu noqdaa mid waawu listiinaaf baa jira waawu lxaal baa jira waawu lmaciyaa jira waawu waa iska howl badan yahay si aada khalad u gelin marka alwaawu bixasabi maa qablahu baa le wowgu hadduu kuu caddaan wa si aada khalad ba u gelin alwaawu bixasabi maa qablahu wixii ku horreeyaan fiirin magarad khalad ma gelin maada gelin marka wa an tasuubu alwaawu bixasabi maa qablahu an xarfu masdarin wanasbin soo maha tasuumu ficil mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbihi ya xadfu nuun liannahu min afcaali lkhams waawu ljamaacati faacil mabni cala sukun fii maxali raf halkan marka su-aal baa kuu imaanaysa antan an xarfu masdarin wanasbin baa lii soo maha wanasbin ficilka mudaaric bay kor dhigtay laakiin waa xaraf waana master see isu waafajin baa lagu dhihan dhigo dad badan bay meeshan qabsan an xarfu masdarin soo lama dhin masdar waa ismi soo maha baabulmasdar hadhowta markaan gaano wa huwa alismu buu dhihi doonaa soo maha asalkana waa kaa ku soo mara marka an say xaraf ku noqotay masdarna ku noqoto haya laba shaati may wadataa haya say xaraf ku tahay masdarna ku tahay nucmaan ma taqaan ma garanaysa maasha allah waxaa laga wa an waa xarafe masdar ma ahee waxaa loogu bixiyey masdar masdar waa ismi horta anna waa xaraf soo maa waa la iswaafajini an waa xaraf masdar weeye waxaa laga wadaa kelimadan ay gashay iyo iyada yaa waxaa lagu samayn sabki wax leh waa la dhalaalin caruurta yare bahal ay dhalaashadaan wax ka soo baxsadaan soomaali way ku ciyaaraan waxbay isu keenayaan way dhalaalinayaan maar baaba soo baxay soo ma sabki baa carabiga lagu yahay sabki antan iyo ficilkan ay gashay waa la dhalaalinaya waxaa ka soo dhalanaya masdar masdargu waa wa an tasuumuu an iyo hadda ficil ay gashaan haynaa soo ma waataqdiiru sawmukum baa la dhiha dhog waataqdiiru sawmukum yucjibunii an tadriba yucjibunii darbuka baa la dhiha dhog marka an wamaa dakhalad calayhi fii ta'wiili lmasdar baa leh an wamaa dakhalad calayhi iyo waxay gashayba fii ta'wiili lmasdari waataqdiiru sawmukum ayaan baa sheekh isagoo tafsiir gelaya waan fadhiyey ayaa nin qur-aanka yaqaano macalin macalin hadda qur-aan agtiisa laguma qaldi kara waad ogta wadaadkan qur-aanka yaqaanaa cilmi kale ma garanah wadaadkiina tafsiir buu akrinaya walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili watudluu buu soo gaaray sheekh walaa taakuluu sheekhi tafsiirka akrinaya wadaadka macalinkiina waa fadhiya walaa taakuluu ha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina bilbaatili baatil watudluu walaa tudluu buu yii mogta ilaahi buu soo qadaray mogta macalinka wuxuu ah kada 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 walaa meesha kuma jirto wii aah ninka tafsiirka galaya khayr allah subuudhita daraximahullah ni caqli badan ma wuxuu yihi uu ku celiy walaa tudl u yilahay isaga markii dambe wuxuu yihi sharax baan akrinayaa sharax
شرح رقنا يا مارك عجيب أنا مارك هذي أنا حرف مصدري والنصف وحاي قشي يدا وحلقة نلعلين مصد وهول سيد يرى سبكي إيو حاجة سبكم بلا سابي مر نلعلين تو مارك وحلا نلعلين نايو أدوال وحلوود نلعلي أجرى أنت راكب مرة وحاجة بلا سابق وحبال نلعلين أدوات كيري مبهيس تان مارك ويسالنت سبكي بعد هيسا أنتي بعد هيسا أنا حرف مصدر وهي مركز كجد وحاكا بها أنت مخففا من الثقيل اللي علم أن سيكون أنبع قشي سيفع الكي مضارع وقذي هلو نهكرا علم أن سيكون سما أنت مخففا من الثقيل اللي أنه ويب علم الله وحوق أنه شعني بالنه أنه ما قرأ أن مفسرة لأنها جرت يدر ما يشك بحيس فلما أن جاء البشير أنت الله رمرك وأنت اللي حرف مصدر ونصب أنت مصدر يده وهي أن وهي ولا وهي لن يده حرف النفي ونصب واستقبال واسكن بيرت وكي كي إذا فير هذا كي حرف مصدر بعلي يده كي مصدر يو يده مصدر يده وحشر ده إذا فير المسبوقة باللام لفظا أو تقديرا كي وأنا اللام لقاله هرمرة لام لقطة واقع لكي وأنا النقط قرآن لكي لا يعلم سوق مار لكي لا يكون ها مسبوقة باللام مسبوقة باللام لفظا أو تقديرا لام تماي سوى سوى جيت وانمي كي تقرأ إن هذه أغرس صدرت كي تقرأ سوق مار تاسو حالدي لكي تقرأ لام كي ولو سوق قدرعي مركة كي دم وحال الربا كي مصدرية له وهي المسبوقة وإن لقاله هرمر باللام لفظا أو تقديرا لكي لا تأسوي واتقر ناس كذا إذا وهي إن سدرت واكا إن مارك إذا أنت إذا شروط بضعان بألو شيء جري لكن وإسك سهلين هورتا فعل كأي قشوائن ومستقبليها مستقبل ها. فعل كأي قشائن ومستقبليها للربع طيب فعل كاي قشئ مستقبلي مصدر الا اولي لومت صدح وحيدها يدي فعل كان مضارع ان لكل دحكين الا ارمه يرو انه كلا دحغلا لو قلي قسم دار يندي صدح وشي بك سوريبا ازورك غدا اذا اكرمك سما اذا سوف يحيالك لا تجلس ما شغيرس اذا انت ما شغيرس إيادي فعل كذا وين اللود الحين فعل كان وين يا مستقبل فعل ولد عن مستقبل مستقبل أرين كلام معلمين القرآن كي هذا قرن عيان قارهم كوا فربر كده إذن ما ألف بلو قريم صنون إذن بنون ميا همزة ذال نون سدى إنا قرن هذا سدى قرن كتاب مسوى إذن وهمزة ذال يا ألف لتنويننا قار وحيد نحو على كرقاد هذا ما يشن مركة أرهن بوسو أروري شيخ باجوري وحويري أثاني نقل وحال سوقوري أن للنحويين إن إليهم في رسم إذن إذن مركة قرآن ثلاثة مذاهب ما لها يا مركة نقل وحال سوقوري أن للنحويين النحولي وحيليه في رسم إذن إذن مركي قرآن ثلاثة مذاهب النظر اسم جديد ثلاثة الأول ككبض أنها يدو تكتب وحلو قريب الألف ألف مطلقا كلقاء إسلام علماء قاروا حيدا مركز تأ ألف بلو قرآن إيه ذال ألف تمويسا قيل وحالي وهو الأكثر كاسا بضا وثاني أنها يدو تكتب وحلو قريب النون مطلقا كوانا وحيدا إذن إلي عركت النون بأقرين وثالث قولك صدها قولك نسأو حالة تفسير وعير وكلا قاضي إن ألغيت هذه العمل هاللي وين الشقيني إن ألغيت ملغات هذه لك إن ألغيت هذه الحور وين الشقيني وين فعل كي مضارع نسبين كتبة حلو قريب الألف ألف يضع قرن دارك تسكح حروي إذن وتوين سنة هذه النقطة بس وين أعلمت بماشا إذن قرصوا ما وإسك خضع مدبع أعملت وي أعملت مين كهرمر
meesha waa khada madbaci iska jira hadda naxweyneyda qaar waxay dhihi jireen qoraal raac lama noqday dhehen qoraal raac yacni uclimad haddaad dhaha waxaan u baari nema suurabaysa moogta waa in uclimad baa laga wadaa nusqa naga yar duwanayd baa jira ma jooga miya macalin ma saxay maasha allah waa in uclimad maasha allah waa saxay maasha allah waa in uclimad baan inakuna ku saxayna waa in uclimad haddii la camal siiya kutibad binnuun baa loo qori wanuqila arrinkaa waxaa laga soo guuriyay cani wanuqila waxaa laga soo guuriyay cani lfara fara min aimati nuxaati waalluqati baa min aimati lluqati wannaxw yaxya bnu ziyaad baa magiciisa la dhihi naxwalidu waa iska magac adkaayeen cagsu watabicahu calayhi waxaa ku raaca ibnu kharuuf marka akhfash ibnu jinni faraa'i magacyadoodu waa iska waay magac adkaayeen qisaan umalay inayna asixin sixadeeda ma arkin waxay dhihi jireen nimanka uu caada wax wacdiye moogta waxaa ku yar badan waxyaalaha daciifka ah marka sixa kuma arkin wax sixa ku sheega inay daciif tahay weliba rajeen waxay dhahen cumar bin khadaab baa nin iyo wiilkii ninkii baa dacwoodo wuxuu wiilkay caasib ugu yahay u yeedho wiilkii baa loo yeedho waxaa le wariyah cumar bin khadaab wuu kulla wariyah aabaha baad caasi ku noqotay wuxuu yidhi wuxuu ii bixiyey buu yidhi isagaa caasi igu noqday intaan anigu caasiba ku noqon wiilkii waa dhihi haaye juclaan buu ii bixiyey xarwowaan midka irsado waad garateen soo ma dadna doorshaan iyo waxbay u yaqaanaan soo ma juclaan baa le juclaan buu ii bixiyey iyo waxyaalo kaloo la sheegi kara cumar wuxuu yidhi waale wariyaha adaa caasi ku dhaqo intuus caasi ku dhaqo orad dhaafa orad socda idhaafa ina kala geey kadaas fansib nasbiya alficla mudaarica bicashrin toban xaraf weeye tobanka aan weeye walan weeye wakay weeye kadaa waxaa la mid a idan insu dirad haddii la awelayo walaamu kay weeye laamu kaydan iyo kay dadbaa iskaga qasanta fiiri hadda laamu keyey laamu tacliil la waaleya laamu tacliil laamu kaydan laamu tacliil la waaleya laamu eh tacliil iyo kay maxay kaleyin horta laba arrinba waa inaad ku kala faahdo marka koowaad kay iyadu tansibu binafsiha nafteeday waxu nasbisaa iske tan laamu kay le laakiin an mudmara a wax nasbinaysa jawaazi ma garan arrinta labaad oo ka muhiimsan ood ku garani fiiri kay iyo laamu kay hadday kaa iska dhexgalaan meel u ka qabo kay lafdigaa hadduu qoran yahay aayad qur-aan ha noqdo xadiid ha noqdo carabi ha noqdo fiqi ha noqdo ucdo kaydu hadday qorantahay waa kayda nafteeda waxu nasbisa laamu kay magacay laamu kay ka tahay laam keli awood kay qoranba ma jirto laamu kay magacay waxay ka tahay laamu kay laakiin waxaa qoran muxuu yahay laam keli liyakfira laka allah kay miyaa qoran liyucadiba allahu lmunaafiqiina kay miyaa qoran yaa liyamiiza allahu alkhabiisa kay miyaa qoran taasaa laamu kay leh waxaa qoran muxuu yahay laam faqr middaasaa laamu tacliil leh ama laamu kay magac ahaan kay qoran ma jirto kay qoranba haddaa aragta tee weeye waa tansibu binafsiha midda midda kale magacay laamu kay laga dhaha magac ee waxaa qoran muxuu yahay allaam faqad laam keliya walaamu kay wey walaamu jaxdin diidada laamteedii wey tan fiira hadda laamu jaxdi waxay dhahan naxwaleydu waxay dhihi jireen kaana maa lagu anfiyey iyo kun lam lagu anfiyey kaana oy maa naafiya ka horeysay yakun oy lam ka horeysay ne lam iyado marka waa iska nafiya bacdigood laamta dhacdaa waxaa leh laamuljuxuud carabi ahaan waxaa weye laamuljuxuud waxaa leh hiya almasbuuqatu hiya almasbuuqatu waa midda lagala hormaray bikaana almanfiyati bima waxaa ka horeysa kaana kaanadaana waxaa ka sii horreeya maa naafiya maa kaana oy maadu diidma tahay maa kaana ma ahaanin iyo yakun almasbuuqatu bilam lam iyadu waa iska naafiya weligeedba marka naxwaleedu waxay leeyihi soomaalidu laamuljuxuud kaana maa lagu anfiyey kaana maa naafiya ka horreysa kaana maa lagu anfiyey
iyo yakun lam lagu aanfiye laamta ka dambaysa laam aljuxuud si aan u fahno waxa uu wamaa kaana allahu liyucadibahum laamtan maxaa ka horey kaana oy maa kasi oy maaduna diidma taas oo ma wamaa kaana allahu ilaahay ma aha liyucadibahum mid cadaabi dadka walxaal anta adigu nebi maxamed oo fiihim dhexdooda ajoog adoo dhexdooda joog ummaddan la halaagi maayo ma garan maa kaana allahu liyadara almu'miniina maa kaana allahu ilaahay ma aha liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tegi xaaladan lagu sugan yahay ood ku dhex sugan tihiin sidaa ma la ysku fiirsana maya waa inuu tamyiis yimaado oo khabiirka iyo dayibka la kala socsoo ma yakuntiina waa lam yakun illaahu liyakfira lahu marka laamuljuxuud waxaa laga wadaa si kooban hiya almasbuuqatu waa midda lagala hormaray bikaana almanfiyati bimaa kaano imaa naafiya ka horeysa aw ilmasbuuqatu waxaa lagala hormaray biyakun almanfiyati bilam si kaloo ka saalan bay culimmadu qaar u cabbina waxaa leh laamuljuxuud waxaa weye maa kaana ka horeysa ama lam yakun dheh maa kaana ka horeysa ama lam yakun garat laamta ka dambaysa laamuljuxuud marka liyucadibahu hadhowta waxaadii allaamu laamuljuxuud yucadiba ficil mudaari mansuubun bian mudmarata wujuuban bacda laamuljuxuud yucadiba ficil mudaari mansuubun bian mudmarata wujuuban bacda laamuljuxuud wacalaamatu nasi fadxatun daahiratu fi aakhiri liyakfira allaamu laamuljuxuud yakfira ficil mudaari mansuubun bian mudmarata wujuuban bacda laamuljuxuud wacalaamatu nasi fadxatun daahiratu fi aakhiri walaamu jaxdin diidada laamteedi wey wakadaa waxaa la mida xataa fiira xataa waa hawl badanta xataa iyadu waa hawl badanta waxay dhihi jireen mubarid nin kale mubarid min aimati luqu ka mid a isagu ilaa ay dhahaan afar kitaabbaa adabka waxay dhahaan marjicu ah afartaa waxaa ka mid a alkaamil mid leer mubarid baa iskale alkaamil lilmubarid marka mubaridkaasaa wuxuu yidhi markuu dhimanayo wuxuu yidhi baa le wahaa ana daa amuutu wa fii nafsi shay min xata waaka waa dhimanayo welina xataa warkeedii ma dhammayninba ina xataa waxaa jirta wax hoos dhigta waad aragteen qur-aanka xataa mad salaamun hiya xataa madlacil fajr soo madlaci soo maarka iyadoo wax kor dhigaysa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ma garan iyadoo wax adfaysa akaltu samakata xataa ra'saha marka xataada iyada inay naasibo tahay waa la isku yarhaya culimmadii ku daray laakiin waxay dhaheen iyadu waxba maba nasbiraysee an mudmara iyadu marka maxay faa'iisaa alghaaya wax leh alghaaya yacni waa intihaa ugu dambeeya lan nabraxa calayhi caakifiina ka zuuli mayno inaan dibigan caawidayna dhe xataa yarjica ilayna muusa ilaa uu nooga soo laabto wakadaa sidaas oo kale xataa weeye xataa yarjica qorhata xataa yarjica ilayna muusa xataa marka waxaadii xarfu haayatin wa nasbin dhahda xataa xarfu haayatin wa nasbin xataa yarjica xataa xarfu haayatin wa nasbin yarjica ficil mudaari mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda xataa wacalaamatu nasi fadxatu daahiratu fi aakhiri xataa yarjica xataa xarfu haayatin wa nasbin yarjica ficil mudaari mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda xataa xataa yarjica xataa xarfu haayatin wa nasbin xataa xarfu haayatin wa nasbin yarjica ficil mudaari mansuub yarjica ficil mudaari mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda xataa wacalaamatu nasbi fadxatu daahiratu fi aakhiri wa aw awdan iyadana bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa bay u kala qaadaan aw bimacnaa ilaa oon shidnay ilay u qurmaysa ilay iyo bimacnaa ilaa baa dihi hadda fiira waxay dhahaan haddii idaa kaana yanqadi maa qablaha shay-an fa shay-an fahiya bimacnaa ilaa waxa iyada ka horreeya hadduu qayb qayb u dhammaanayo qayb 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 waxay noqonaysaa bimacnaa ilaa
نبا دين كولها لألزمنك وكل لازم كليتي وما كون دجران أو تقضي يعني حقي إلى الحقي إذا ما يس يجده وإلى مدى إلى أن تقضي يعني إنه حدي كرت موقت وعقولها بغل دولار أو حرم مسكين على نسكت بغل كي على كاديك بوك بغل بمهيس شاشان دولار عن كوسيرات روح مركو وحكاوى وارفته مركب دم حلاين وكنا هل دولار مية هيكرت مركو حيدا عد التنازل بعرفته عد التنازل تراض مركي روح عجز خاص بالله سيدي مك كن دولار بعد كله هو كوي مركب دم نيو بغل مية هيكرت هوا إيمان صباح نوحوا كما هي سيدة مركا كاو حاوي ينقضي شيئا فشيئا بمعنى إلاو إذا كان ينقضي ما قبلها دفعة واحدة هل مرهضو قعي فهي بمعنى إلاو لا أقتلن الكافر قال كوان ديري أو يسلم إلا أن يسلم إنه إسلام موية إسلام كلا حفاف مياه جرمسي ادخلوا في السلم كافت marka waxa dhahaysa hadaan mid soo qaado aw yuslima aw bimaara illa dhah aw bimaara illa yuslima fi'l mudari yuslima fi'l mudari mansub bi al mudmaratan wujuban ba'da aw allati bimaara illa wa alamatu nasbi fad'atu dhahiratu fi akhri aw yuslima aw yuslima aw bimaara illa يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا وعلامة النسي فضعت ظاهرة في آخر ولا مجهد ديدا لام تدوي وكذا وحالم إذا حتى بعلم إذا وأو بعلم إذا والواو والفاء فاء وذي فاء وإشارة إن أصل كأجرم من سألك مسألة كشيء لكن من هالمثالات وما شو وربض لك والواو والفاء فاء وذي فاء سو في جواب جواب نحري هذا في جواب جواب دحري هذا جواب كاسو قد عروا اي قصدوا قد قصدوا به جواب كاس جوابا جواب انه جواب كاسو واقعا دعي بعد النفي ديد ما كذب او ضلب ضلب كذب وذلك كلا ترم هدون علما علمي او تترك قد كتكت التعب دي في رحم وهو غن هرت واو المعيه لميس فعل النفاء السبيل فاء السببية هي واو المعية فهذا ما قاعد فاء السببية واو المعية فهذا اللي فاء السببية هي واو اللي واو المعية فعل كمضارع من النصبيان هي قوته أن مضمرة فاء السببية واو المعية محي النصبيان فعل كمضارع هي قوته أن مضمرة وجوبا تام لقد مسألة الله فاء السببية هي واو المعية وحا كهر مرة سجال مسألة ولو يقنا الأجوبة التسعة فهذا فاء السبية إيواو واو المعية فعل كمضارع نصبية يكو عن مضمرة وجوبا وط سجال مسألة كهر مرة سجال كام مسألة وحلو يقنا الأجوبة التسعة جوابه سجال كأها أما المسائل التسعة مسائش سجال كأها بيت كان لو كل ميا مر وانها ودعوا وسل وعرض لحظهم تمنى ورجو كذاك النفي قد كمل مر وانها ودعوا نسخوينك ورا مر وانها امرك انه يغا اسكخي نسخوينك قال بعد وحي قران مر ودعوا اجرمي شراعي سان كو اركاي اصلكم مر وانها ودعوا بها اصلكي هره ابيادي هره مر وانها هذا مخو نوقر وانها بو كوجي صباح النسخه درا صحه مروانها وادعوا واسألوا عرض لحظهم تبنى وارجوا كذاك النفي قد كمولا ما لهايا سقالك مسألو هذي هر مران ويفاء ذا الدم مرت فاذا فاء السبيا لفعل كمضارع من القرب سقالك المسألة هر مري ووغا كذب دعي ووغا واو المعية لفعل كمضارع من القرب سواء مضمرا أوت ما لقى سقال كان مثلا وأمرك ونهي ودعائي واستفهامك وعرضي وتحضيدك وتمنيك ورجدي ونفي وحلاقة بيا سقال كان مثلا سديد وطلب هلنا ونفي هل محوية نفي سديدنا طلب بعد النفي نو طلب انتصاب طلب كان سديد
أمرك وطلب نهي وطلب استفهامك وطلب تمني وطلب رجد وطلب تحضيرك وطلب عرض وطلب سدي داس وطلب نفي يقول محور نقضة قرآنك ويكبر أنت قرآنك تف فاء من حضارك فعل مضارع كجرته ونصبينيس لا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم لا يقضى عليهم فيموتوا أفعلكم هذا بحذف النوم بكل نسبية سمار مارك قرآنك وكبذي قرآنك وكبذي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما قرأ فبسبب مارك فهذا سبيه وحلو بحفير مركي لا فصيرها فبسبب الله لا تضغوا فيه ولها حد قد بنا فبسبب الضغيان بالله ضغيان هذا حسن يحل عليكم غضبي وإلهي أيذن كدك تعرضي ما قال مركا فبسبب وغنا وحالي ومع أقبل إسوا قابل باتي عمرك فأحسن فبسبب هذا إسوا قابل أحسن إليك وأقوص وفن أقبل وأحسن ما يشي فاذن بدوء وبدل الناس هل مثال هذا قال من كتاب كان نوك يا نفيرة كلا ترم علما الكاف هو تشبيه هو كقولك كدغم لا ترم لا ناهية هذا مثال كمثال النهي طلبك كترسي مثال كان محوية مثال النهي طلبك كترسي كلا ترم كاف هو كقولك كدغم كاف هو سوى حق عديس لا ترم لا ناهية للجزم هذا ترم فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمها السكون لا ترم لا ناهية للجزم واي ترم فعل مضارع واي ترم فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمها السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت علما مفعول به منصوب علامة نسبه فضعت ظاهرة في آخر انت ماهن محل شاهد كده محل شاهد وتترك الواو وتترك الواو واو المعيه هذا وتترك الواو واو واو المعيه تترك فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد واو المعيه وعلامه نسيه فضعه ظاهره في اخره دي لو ده وتترك با قرنا وحرك بالكسره تخلصا من التقاء الساكن بعده وهو تترك ويه وتتركي وحلوي شعر كدرتي وتترك هذه كاف كيل الرب أتع همزة واسليين الربيعة لا مرة مكل ما يسأ وما وتترك بعديها ارتمرك هذا العربي سو وتترك الواو والمعية تتركها في علم مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نسي فضحة ظاهرة في آخره وحرك بالكسرة أو تترك وحلوي كاف تخلصا من التقاء الساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت التعب مفعول به منصوب علامة النسب فضحة ظاهرة في آخر أقبل فأحسن إليك في رهد أقبل فعل أمر مبني على السكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فأحسن الفاء فاء السوية أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السوية وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره ما شفاء ذوه وحسن الواو واو المعية وحسن فعل مضارع منصوب بها المضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره والواو ووهي والفاء فاء والواو ووهي والفاء فاء ووهي فالاسو في جواب جواب نحذيها جواب كاسو قد عنو أي قصدين نحولي به جواب كاسي جوابا جواب أي لا قصدين جواب كاسو واقعا دعي بعد النفي النفي كد او ظلم بعد ظلم ظلم كد وذلك كلا ترم هضلب ويهدون علما العلم وتترك اذكتك تعب والله سبحانه وتعالى اعلم احكم بالله التوفيق سبحانك الله.